أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم. هذا أحد الأخوة بعث بهذا السؤال، يقول أن هناك بعض العامة ينزلون العادات محل العبادات، حيث يعتقد بعضهم أن هناك حرفا غير شريفة ويوبخون من يعمل فيها كالطباخة والحلاقة وصناعة الأحذية والعمل في النظافة وغيرها، فما هو توجيهكم؟ وهل هناك دليل شرعي يثبت صحة هذا الاعتقاد؟ لا، ما في دليل شرعي إلا الكسب الذي فيه دناءة، مثل كسب الحجام. هذا ورد أنه كسب الحجام خبيث، يعني أنه ردي لما يشتمل عليه من مص الدم وغير ذلك. أما بقية الحرف هذه عادات عند الناس، هم اللي ينفرون منها وينفرون منها، وطلب الرزق مطلوب، مطلوب للإنسان أن يطلب الرزق بأي مهنة مباحة. نعم.